ازيك يا طنط؟ اهلا، ازيك يا عمر؟ انا زعلانه منك. ليلى هنا؟ لا. طب ممكن اتكلم معاك يا طنط؟ اتفضل. سعيد ده هديه يا مجدي، انت اكتشفته. انا اكتشافاتي كلها كده معلي. الراجل بيحارب معايا في الجورنال عشان يدافع عني وعن الوزارة. ما تقولش كده ما عليك، هي دي سياسة الجورنال اللي مجدي بيه رسمها لنا، ندافع عن الحق مهما كلفنا، المهم إننا نبقى مع الحق. عشان كده قلت لازم أشكرك بنفسي. تشكرني؟ ده كلام سيادتك، لا شكر على واجب. الحقيقة كنت عايز سيادتك في موضوع. خير يا مجدي؟ أنا واثق ومتأكد إن معاليك ما تحبش الظلم لحد. خير. أنا والله ما أقصدش أزعلها يا طنط، بس أنا كنت مضغوط وكل حاجة جت على دماغي فجأة. سبت لها إيه هي تقوله بقى؟ لما الحاجات بتتكركب على دماغ الست بتبوظ الدنيا، يقوم يجي جوزها يهديها ويشيل عنها. راجل بقى. طنط بقولك خسرت كل حاجة فجأة. أنت برضو خسرتها. مش قادر أصدق إن أنا خسرتها. انت لسه جاي دلوقتي يا عمر، كنت فين؟ سافرت لابويا يا طنط، ما كان لازم، كنت هقف في الشارع واشحت، كان لازم اروح له. طب هي ما قالتلكيش احنا اتخانقنا ليه؟ حتى لو قالت عايز اسمع منك. جابت سيرة نادر وانا ايه العبط ده؟ نادر ايه؟ انت مش عارف ليلى كويس وعارف تربيتها وعارف بتحبك قد ايه؟ موضوع نادر ده خلص من زمان. هو ده اللي حصل بقى يا طنط. اللي حصل ما دام ما هو ده اللي حصل يبقى انت بقى اللي تحاول، انا ما اقدرش اعمل حاجه. لا يا طنط ارجوكي اتكلمي معاها. انت فاكرني يعني هبقى سعيده بان بنتي بيتخرب بيتها؟ لو سمحت يا طنط تساعديني ارجوكي. عايز ايه ليلى؟ من فضلك يا ماما تتدخليش. جاي ليه؟ عايز اتكلم معاكي. انا بقى مش عايزه. اديني فرصه واسمعيه بس. من فضلك يا ماما، من فضلك، حتى لو سمعته انا بالنسبه لي خلاص هو خلص. طب معلش يا ليلى بس اهدي طيب شويه، انا اكيد مش عايزه اضايقك وهمشي، ما تقلقيش، بس اديني 5 دقايق بس اتكلم معاكي فيهم وحياة ملك. مالهمش لازمه، انت كده بتضيع وقتك. انا عايزه يضيع معاكي. طيب يا ولاد انا هسيبكم لوحدكم.